فلاديمير اصطدمت الكره، اصطدمت الكره الماضيه هي ذكيه حقيقه مثلت تنفيذ الكره لكن شويه تاخير فيها، اصطدمت بعد ذلك في لاعب ام صلال وابعدت وابتعد الخطر، عادت مرتده وصلت الى ابراهيم انداي، معاه المواس يلعب الكره الى محمود ينطلق داخل منطقه الجزاء، المواس لا زالت مستمره، هدف ثاني المواس يسجل، ختم المواس على المباراه بالشمه وصنع الفارق والتفوق قبل خروجه من ارضيه الملعب بلحظات، محمود المواس يودع هذا اللقاء بهدف. شوف الكرة الماضية، شوف الانفراد، شوف ابراهيم انداي، شوف تعامل وسرعة السوري المواس في اللقطة.